هنا باش نوجدوا لا جينواز تاعنا شوكولا. هنا عندي 12 حبه بيض سيباريت لي بلون مع لي جون. عندي الحليب 120 غرام والزيت 120 غرام. عندي السكر 360 غرام. هنا عندي ان ميلونج تاع فانينا والكاكاو. هنا الفانينا عندي 320 غرام فانينا والكاكاو درت 40 غرام تاع لو كاكاو. ديرو كاكاو كليغا ما ديروش الكاكاو فونسي. وعندي هنايا ان بون كويير تاع لا لوفور شيميك. فوالا هذا الكاكاو والفارينه مصيرينا هنا نخلطوهم. الو هنا السكر نقسمو على زوج، نحط شويه في البياض البيض وشويه في صفار البيض. هنا قبل ما نحط السكر في البياض البيض نطلع شويه البياض البيض تاعي، نطلعو اون ناج ونحط له السكر على زوج خطرات، واللي بقى لي نحطو مع الصفار. كي نجي نحط السكر نقصو من لا فيتاس. فوالا وهذا اللي بقى لي نحطو مع الصفارة. شوفو هنايا نتحصلو على اون مورينغ شادة روحها. هنا دو بريفيرونس ضربوها بالباتور باش تحسو بلي هذاك السكر هذاك كاع دابا. او ميم طون دوبلا الفوليوم ونشوفو هنا لو ميلونج تاعنا تكليغ صا. نفت شوية من لا ميرينغ ونخلطو هنا مانيوال. فوالا ونحطو على زوج خطرات على لا ميرينغ ديالي. شوفوا هاد الطريقة اللي نديرها، ديرو في بالكم لا جينواز تاعكم تجيكم بزاف خفيفة. ونخلط من تحت للفوق ونكمل. فوالا ونخلص من تحت للفوق. نستعمل لاماريز باش نتحقق بلي لو ميلونج تاعنا تخلط مليحه. نجبدو مليح من تحت. فوالا وهنايا نحط الفارينا والكاكاو ولا كويارة كافي تاع لا ليفور شيميك. هنا كلش مصيره نحطو على زوج خطرات. ونخلط من تحت للفوق. فوالا ونكمل واش قاعد لي. نستعمل لاماريز باش نحس لو ميلونج تاعي تخلط مليحه. جبدو مليح من تحت، ديكو الفارينه تقعد لتحت. فوالا دوك هنا شوفو واش نديرها. نحط الحليب اللي قلنا 120 غرام ونحط الزيت 120 غرام ونرفد شوية من الاباري هادي. ونخلط خلطو مليحة. هنا نحطو على خطرة. ونخلص من تحت للفوق. فوالا انا عندي لي سيرسو، هادو هما اللي نطيب فيهم لي جينواز تاعي. شوفوا لو سيرسو تاعي، شوفوا هنا الديامتر 18 سنتيمتر و لاوتور 5 سنتيمتر. هنا لاوتور ما تهمش خاطرش لو ميلونج تاعي ما حش نعمرو حتى الفوق.
voilà, ونحطو البابي كويسون. بابي كويسون نقطع على حساب القطر تاع لو سيرسو تاعي. فوالا دوك هكذا نعمل لو ميلونج ديالي. شوفوا كي تعمروا عمروا النص ما تعمروش حتى الفوق. ديروا في بالكم هاد لا جينواز راح تنفخ وتعاود تحبط شويه. نديرهم كاع متساويين فوالا. شوفوا معايا نخبط البلاطو خطره بركا فوالا باش يخرجوا لي لي بول دير. نحكم ان كوردون ونمشي لاباري تاعي هادي باش تجي كاع نيفو واحد. الفوق تاعي راني شعلتو على 180 درجه مئويه. الو دوك نطيب لا جينواز تاعي ونولو ليكم ونكملو لا سويت. فوالا شوفو معايا. الو هنا شدو لي طون دو كويسون 24 دقيقه. هنا كي جازو 15 دقيقه دخلت لها الموس صبتها مازال ما نشفتش زدت كملت لها 8 دقائق واحد اخرين. لا جينواز تاعنا والشوكولا كي نطيبهم باغ بياس في لو مونتاج يجيني ساهل. لا شوفو لو كاطو شوكولا راح ندير 3 بياس وهذه لا 4 لي ندير بها لا ديكوراسيون كيما شفتو مع الاول لا فيديو. دوك هكذا ما نمسهمش كامل نخليهم حتى يبردوا ومن بعد نديموليهم. هنا باش نوجدوا لا كريم شانتيي وشوكولا هنايا في لا كوف دو بيترين حطيت لا بودر دو شانتيي حنحط لها الماء. شوفوا دائما خلطوا لا بودر مع الماء قبل ما تضربوها بالباتر ولا بالبيترين. وهنايا عندي شوكولا نوار دو تاع اوبا ماري لازم تكون تياده قبل ما نديرها في لا كريم شانتيي. فوالا تحصلوا على لا كريم شانتي على فاني. هنا نسيت باش نقول لكم لا بودر دو شانتي درت 300 غرام والماء درت 300 غرام درت طون بور طون. وهنا شوكولا نوار عندي 200 غرام لازم تكون تياده بالك وديروها سخونه سينو لا كريم شانتي تحبط. هنا نخلط بلا ماريس باش نعرف لو شوكولا تخلط مليحه. فوالا دوك نديرها في لابوشادوي. هنا عندنا 3 بيسكوي. هنا عندنا لو سيرو ا 30. لو سيرو ا 30 نديرو كيلا سكر زوج كيلا تاع ما غير يبدا يغلي نحسب له 10 دقائق ونطفي عليه. شتوني انا ندير توجور لو كافي سوليب درتو غو كافي وخليته حتى يبرد. هنا لاموس تاعنا لاموس وشوكولا اللي درتها في لابوشادوي. هنا باش نوجدو لاموس وشوكولا عندي 4 جون دوف 4 صفار بيض. هنا لا كريم فريش طلعتها بالباتور. هنا لا كريم فريش توجور نستعمل كريم فريش سون سكر. هنا لا كريم ليكيد درت 400 غرام. هنا نوجدو ان سيرو هذا ان سيرو خفيفه. وهنا عندي شوكولا نوار. دائما نقول لكم في لي موس ديروا شوكولا دو بون كاليتي باش لي موس تاعكم يجيكم بنانه. هنا درت 300 غرام دو شوكولا نوار. نحط في الكاسرونه 40 مليليتر ولا 40 غرام تاع الماء نزيد لهم 60 غرام سكر. هنا نحرك جوست هنا السكر تاعي يدوب قبل ما نحطو فوق النار. فوالا هنا دوك لو سيرو تاعي نحطو فوق النار اونتر طون لي 4 جون تاعي نخلطهم بالفوي. لازم يكون عندنا ان سيرو ليجي خفيفه. الوغ هو سخون نزيد نحرك شويه هاد لي 4 جون. شوفوا لو سيرو كيفاش يكون يجي خفيفة هكذا سخون نحطو انفيلي على لي 4 جون تاوعي ونحرك. فوالا دوك هنا نحط لو شوكولا تاعي اللي قلنا 300 غرام دو شوكولا نوار وبيان سور نخلطو. هنا لازم يكون تياده ما لازمش يكون سخونه. الوغ نبدا نحط شويه مع الاول
باش نخفف لاباري تاعي. هنا نخلطو نورمال فوالا. ودوكا نحطها اون 3 فوا ونخلط من تحت للفوق. دوك هكذا لاموس وشوكولا ديالي. شوفوا لا تيكستور تاعها كيفاش تجي، تجي تشهي هاد لاموسه. شوفوها انا نخدمها بزاف في لي زونترومي تاعي. وهنا باش نفهمكم حاجه سهله، هنا وجدت اون غاناش وشوكولا، درت 150 غرام تاع لا كريم فريش ليكيد، حطيتها في الكاسرونه نخليها تغلي مليح. اونتر طون وجدت 75 غرام شوكولا اولي ونزيد لها 75 غرام شوكولا نوار، خلط بين شوكولا اولي وشوكولا نوار، دوبتها اوبا ماري ومن بعد حطيت عليها لا كريم فريش ليكيد هي سخونه، ونحرك حتى نتحصلوا على اون غاناش وشوكولا. فوالا درتها في لابوشادوي. دوك شوفوا معايا انا عندي المول، عندي لو مونطاج تاعي في هذا المول. شوفوا هنا البسكوي هذا طيبته في هذاك لو سيرسو، لو ديامتر تاعو 18 سنتيمتر. هنا عندي المول تاعي القطر تاعو 15 سنتيمتر. شوفوا البسكوي يجي بزاف خفيفه. شوفوا كي نحط عليه لو سيرسو اوتوماتيكمون يخرجوا لي شوت، ما يهمش. هاد لي شوت نزيد نضمهم مع داك البسكوي ونخلطهم مع غاناش وشوكولا. فوالا الو نقطعهم كامل هكذا. نتوما سي با لا بين ولا ما عندكمش لو مول واش ديروا ديريكتومون البسكوي فوق بسكوي، تحطوا لا كريم، تحطوا البسكوي لا كريم، ما ديروش واش راني حندير انا. انا حندير لو مونطاج تاعي في هاد لو مول، كي جا شويه مضيق حيخرجوا لي لي شوت. انا مازال باش نحط لو مول باش تشوفوا شنو حندير. ندير في كوتي بركا بسم الله. فوالا وهنا في الوسط نحط لا غاناش وشوكولا، ندير غير في البرومي بيسكويه. فوالا هنا نعاود نحط لو مول ديالي. ونحط لو دوزيام بسكوي، دوزيام بسكوي نقلبوه بسم الله. هنا نتقبو شويه باش يشرب لي لو سيرو. نحط هنايا لاموس وشوكولا. لو ديرني بيسكوي توجور قلبوه البسكويه. نحط لو سيرو. وندير لاموس.
voilà le gâteau au chocolat donc à dans le congélateur ou là de nous l'ouvrir comme mais il y a une heure après le congélateur hein. انا لي روزات كيفاش نديرهم شوفوا كيفاش نديرها هكذا نديرهم حنديرهم كاع ساير داير ندير ما نبغيش شحال يجوني ولا ثلاثه طبقات ولا اربعه طبقات حوري بالعقل هو يطلع بسم الله Voilà, on a essayé de mettre le carton pour que la خدمة تكون propre. دوك كيما راهي هكذا نزيد ندخلها شويه الفريجيدار لازم نخلي لا كريم شونتيي تاعي تشد مليح روحها وتقعدنا غير لا ديكوراسيون